السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله نستكمل مع بعض اليوم الفصل الرابع. توقفنا على زيارة عمي ندم الدين، مجير الدين وتقي الدين إلى ندم الدين، وطلبهم الوصول إلى مصر ومساعدتهم وإزاحة الحكم العادل من مصر. فهنشوف نجم الدين هل هيفكر فعلا في الخروج الى مصر ولا هيتوقف ويبقى في دمشق. الفقره الرابعه بتتكلم عن فكر نجم الدين فيما سمع واقتنع به، فهو يعرف ان مصر قوه عظيمه يستطيع ان يضرب بها الفرنج الضربه القاضيه وينهي قصتهم في هذه البلاد، فهو لا ينسى مآسيهم ولا يغفر عنهم ولا يغيب عن باله انهم اخذوه رهينا في موقعه دمياط التي نشبت في عهد والده الكامل حين هاجموا هذا الثغر عام 615 للهجرة ليدخلوا منه مصر. الفقرة بتتكلم عن المآسي التي عاشها ندم الدين في عهد الفرنج، وازاي ان هم خدوه رهينة في موقعة دمياط لما كان مع والده الكامل في هذه الحرب، وفعلا هو فكر في الخروج الى مصر لانه يعرف ان مصر قوة عظيمة ويستطيع ان يضرب بها الفرنج. طبعا عشان يدخل لمصر كان لابد ان يكون هناك مساعده، وبالتالي هو سيطلب المساعده من عمه الصالح اسماعيل. نشوف كده نجم الدين يطلب مساعده عمه اسماعيل، لذلك ارسل الى عمه اسماعيل يطلب منه ان يسرع اليه ليساعده في دخول مصر، ولم ينتظر وصول عمه، يعني ما استناش لحد ما عمه جه بالجيش، فاندفع بجيشه مسرعا الى مصر وظل يتابع المسير به حتى بلغ نابلس فاستولى عليها، ثم وقف ينتظر وصول عمه اسماعيل. طبعا الرساله كانت بتنبعت الى نجم الدين على اساس ان هو بعت الى عمه اسماعيل يساعده في دخول مصر، ولذلك ما استناش بقى لحد ما عمه اسماعيل رد عليه برساله ثانيه، لا هو اخذ الجيش وبدا يقص طريقه الى مصر حتى وصل الى مدينه نابلس، وبالتالي وقف بقى ينتظر وصول عمه بالجيش اللي معاه لحد ما يساعده في دخول في دخول مصر. ولكن قبل ان يصل كتاب نجم الدين الى عمه الصالح اسماعيل، الكتاب اللي هو الرساله يعني، كان كتاب ورد المنى ونور الصباح قد بلغ اسماعيل. طبعا سبقوا كتاب من ورد المنى ونور الصباح الجاريتين اللي حضراتكم فاكرينهم كانوا مع سوداء بنت الفقيه، يبلغاني فيه باتفاق نجم الدين والجواد فيحذراني من خطر ذلك عليه. فرد عليهما يحثهما على بث الفرقة بين جنود نجم الدين، ولا سيما من معه من الأيوبيين إلى أن يرى رأيهم. ولم تتمهلا فقامتا على الفور بالاتصال بعميه مجير الدين وتقي الدين اللذين يصاحبانه، ودار بينهما حديث طويل سخرت فيه ورد المنى ومنهما وهزئت من صبرهما على الطاعة لجارية. طبعا تقصد بجارية هي شجر الدر. لجارية من الجواري تأمر وتنهى، وحذرتهما من البقاء مع ندم الدين، وخوفتهما من بطش شجر الدر إذا تم لها الأمر، مؤكدة لهما أنها تسعى للملك لنفسها لا لابن أخيهما ندم الدين، وأنها إذا وصلت إلى الملك قضت على الأيوبيين صغيرا وكبيرا، وبخداع المرأة ودهائها ولباق ولباقة ورد المنى انخدع الرجلان وعاونا على إشاعة الفرقة بين أتباع ندم الدين من الأيوبيين. يبقى الفقرة بتتكلم يا شباب على إشاعة الفرقة برسالة من إسماعيل إلى ورد المنى ونور الصباح حتى يستطيع إن هو يهزم نجم الدين. وللأسف الشديد اللي فكر فيه نجم الدين ما حصلش، إن عمه الصالح إسماعيل هيساعده في دخول مصر، لا بالعكس، ده الفقرة دي بيبين إن الصالح إسماعيل هيصبح عدو له زي ما هنشوف بعد كده. الفقرة السابعة بتتكلم عن هجوم إسماعيل على دمشق. وبينما كان الأمير نجم الدين ينتظر وصول عمه الصالح إسماعيل، أقبلت الأنباء إليه بأن إسماعيل هجم على دمشق بجيش ضخم واقتحمها وحاصر قلعتها. طبعا دي كانت مفاجأة كبيرة جدا إلى نجم الدين، إزاي يطلب المساعدة من عمه الصالح إسماعيل وفي نفس الوقت عمه الصالح إسماعيل يهجم على دمشق. طبعا دمشق كان فيها باقي الاهل والمال بتاع نجم الدين،
محامي مدير الدين وتقي الدين، وهنشوف هيحصل ايه لنجم الدين، هل هيرجع يدافع عن دمشق ولا هيستكمل المسيره حتى يصل الى ايه؟ حتى يصل الى مصر. طبعا هيبدا نجم الدين ياخد راي نجم عمي مقيد الدين وتقي الدين، هل هيوافقهم يرجعهم الى دمشق ولا هيكون لهم راي ثاني؟ قال نجم الدين لعميه: ماذا تريان في هذا الموقف الحرج؟ فاسرع مدير الدين قائلا في عجب: ماذا نرى؟ وهل الامر يحتمل التشاور والاخذ والرد؟ اموالنا واولادنا هناك، اننتظر حتى يذهب الصالح اسماعيل دمشق ويقبض على اهلنا ويزيقهم الهوان؟ وهكذا اجاب تقي الدين قائلا: ماذا ارى؟ اليس من الافضل ان نعود؟ وكيف نتقدم خطوه واحده وظهرنا مكشوف؟ أنأمن أن يسرع إسماعيل خلفنا ويحصرنا بين نارين، ناره ونار العادل وجيوش مصر؟ فاشتد عجب نجم الدين لهذا التبدل من عميه، وقزم غيظه، ولم يرى أمام هذه الظروف العصيبة إلا أن يوافقهما ويقرر العودة إلى دمشق، وأسرع بمن معه عائدا حتى بلغ القصير، ولم يكن من رأي شجر الدر أن يعود، فقد كانت تفضل التقدم إلى مصر. ومن هناك يعرف نجم الدين كيف ينتزع دمشق ويؤدب الصالح اسماعيل وجنوده. في الفقره دي يا شباب نجم الدين بياخد راي عمه مغير الدين وتقي الدين، هل نكمل الى مصر ام نرجع؟ فطبعا فوجئ نجم الدين بان راي عمي تبدل نهائيا بعد ما كانوا مشتاقين الى دخول مصر وكانوا متحمسين الى دخول مصر، بداوا يرجعوا في قرارهم تاني وبدأوا يرجعوا في القرار وعاوزين يرجعوا تاني إلى دمشق حتى يدافعوا إيه؟ حتى يدافعوا عنها. وكان من رأي شجر الدر إن هم يكملوا وخلاص الموضوع بالنسبة لدمشق انتهى، ويا ريت نكمل إلى إيه؟ إلى مصر. لكن نجم الدين أخذ برأي عمي وبدأ يستعد للرجوع إلى دمشق. وعند القصير أقبلت الأنباء بسقوط قلعة دمشق بيد الصالح إسماعيل، فعاد نجم الدين يسأل عميه عما يريان فيما صنع إسماعيل، ويؤكد لهما أنه لا يرى جدوى من العودة، وأن خطوة إلى الأمام خير من خطوة إلى الخلف، فأسرع مجير الدين يجيب في صوت ساخر: ونترك أهلنا وأموالنا، خلي بالك من اللي بيتكلم مجير الدين عشان هيسألك فيها، ويقول لك ونترك أهلنا وأموالنا، من الذي رد على نجم الدين؟ هيكون عمه مجير الدين. نتقدم إلى هدف مجهول وندع ما في أيدينا، ولم يتمهد هو وأخوه وأمر أتباعهما ومن أغرياه بالعودة، فانطلقوا إلى دمشق وتركوا نجم الدين ليس معه سوى مماليكه وامرأته شجرة شجرة الدر. الفترة دي حصل برضه نوع من أنواع الخيانة، إن عمي نجم الدين سابوه وهو كان من رأيه برضه إنه نكمل لمصر، لكن هم سابوه وتركوه هو وشجر الدر وبعض مماليكه أي رجاله، وبدأوا يدخلوا إلى إلى دمشق. طبعا هم عارفين إن الصالح إسماعيل مش هيعمل لهم حاجة، لأن كان في اتفاق أصلا ما بينهم إن هم يجوا لحد عنده ويبدأوا يأمنوا في يأمنوا في دمشق. برضه هتبدأ شجرة الدر يعني تحاول تخفف عن عن زوجها، لأن دي طبعا أزمة جديدة. قالت شجر الدر في غير افتراض لهذه الحوادث المتلاحقة: لا بأس على مولاي، كل ما جرى دون عزم مولاي وشجاعته وصبره، فما خلق الرجال إلا ليجابهوا الصعاب ويتغلبوا على الشدائد. طيب رد عليها نجم الدين: وكيف نتصرف اليوم يا شجر الدر؟ لم نحسب حساب إسماعيل وخبثه وأطماعه، وتركنا دمشق قبل أن نسوي حسابنا معه، وكان الأجدر ألا نخرج منها قبل أن نقبض عليه ونسجنه أو نأخذه معنا. أجابت في هدوء: وقد كان معنا مجير الدين وتقي الدين وكثير من بني أيوب، فهل أغنى شيئا إن كانوا بيننا؟ من خلفنا يا مولاي عقارب تسعى وأظافر تحفر وأمور تدبر، وهذه تجربة ساقها الله إلى مولاي ليعلم أنه لا بد من أن ينبذ هؤلاء الحاقدين الذين لا تصفو قلوبهم ويبحث عن آخرين يحبهم ويحبونه، لا تنطوي أفئدتهم على حقد أو تفور بأطمع. طبعا في هذه القطعة أو في هذه الفقرة
تبدأ شجر الدر بأنها تقف أمام مع زوجها وتقف أمامه في صلابة حتى لا يحس بالضعف، وتبدأ تشجعه على إن المواضيع إن شاء الله تتحل، وإن في صعاب أكتر من كده إحنا واجهناها، وعليه ألا يكترث تلك المشاكل، وعليه أن يجتهد في أن يصل إلى إيه؟ يصل إلى مصر، وإن شاء الله يكون في طريقة. هنشوف هي فكرت في إيه؟ وإيه هي الطريقة اللي ممكن توصل بيها إلى مصر. اقترحت عليه اقتراح، تعالوا نشوف الاقتراح كده. شجر الدر تقترح على نجم الدين أن ينشئ جيشاً من غلمان. بتقول له إيه؟ لن ينفعك يا مولاي سوى غلمانك الذين تنشئهم على طاعتك وتملأ قلوبهم بحبك. الغلمان يعني الجنود الصغيرين اللي هم لسه ما فيهمش أطماع، هو يربيهم ولاءهم كلهم لنجم الدين. تأتي بهم صغاراً فتكون لهم الأب والأخ والعم، وتزيد منهم حتى تصل إلى ما تريد. كل بني أيوب يا مولاي طامع في الملك، لا حديث لصغيرهم ولا لكبيرهم سوى الحكم والسلطان، ينبتون في حمأة الخلاف والتباغض والتحاسد فتنمو الفرقة. القطعة بتبين أو الفقرة بتبين إن شجر الدر بتحاول تقترح على نجم الدين إنه يكون جيش من غلمان، الغلمان دول هو اللي يربيهم عشان يبقى الولاء بتاعهم إيه؟ له، وإن هم غير أمراء بني أيوب اللي طامعين في الملك. لسه بتكمل شجر الدر وصف بني أيوب إن هم يشبوا كل منهم على حقد آبائه وأطماعهم، لا يعرفوا إلا التخاصم والتنازع والعمل على انتزاع ما كان للآباء والأجداد والإخوة والأعمام دون النظر إلى القوى القوي القادر الذي يحمل الأعباء وينهض بوزر الحكم الثقيل. كل واحد منهم يا مولاي يعيش في دوامة الطمع، لا يفكر في قدرته واستعداده، ولا يعرف ثقل الحمل الذي يوضع على عاتقه إن قيض له أن يحكم. حتى الأبلغ منهم يا مولاي يظن أنه يستطيع. في الفترة دي حذرت شجرة الدر نجم الدين بأنه لا ينصاع إلى الآراء اللي بتقول إنه أمراء بني أيوب ممكن يساعدوه، وأشارت عليه فعلا بأن هو يأخذ أو يبدأ يكون جيش هو من نفسه. الجيش ده يكون فيه غلمان صغار يبدأ يربيهم ويبدأ يدربهم كويس حتى يكون الولاء له من تلك أو من هؤلاء الجنود. هيبدأ بقى في أمل وحيد ممكن يساعد نجم الدين في الخروج من هذا المحصر. داود هو الأمل الوحيد في الخروج من المحصر. هز نجم الدين رأسه مرات ثم قال: معك حق يا شجر الدر، وكيف نخرج من مأزق اليوم؟ تدبير بيوت بليل كما تقولين، فما العمل؟ أجابت عليه: الأمل في جانب واحد يا مولاي، في جانب داود صاحب القبر. عجبا، وهل يرجى من داود خير؟ إنه مر معنا ومر علينا، يعني ساعات بيبقى معنا وساعات بيبقى ضدنا، وكل همه أن يصل إلى ملك الشام الذي كان لأبيه، وأنا اليوم أشد خوفا من جانبه، فإذا علم بما نحن فيه هاجمنا وانتهى منها. يعني لو عرف اللي احنا فيه ممكن يهجم علينا ويخلص علينا وخلاص انتهى الموضوع. فقالت مسرعة اللي هي شجرة الدر: إنه لن يهاجمنا ولن يقضي علينا، لأن ذلك يقوي عدو إسماعيل. يعني هو برضه بيبقى عدو إسماعيل، وبالتالي لو هاجمنا عارف إن إسماعيل كده هيستقر، وأرى أنه في حاجة إلينا لنعاونه على أن يأخذ دمشق. ألا يرى مولاي أن نبعث إليه ونمنيه بها؟ يعني يبدأ يطمعه في دمشق ونضمه إلينا ونتقوى به في هذا الموقف، ولا إخواله إلا مستجيبا. وكان داود في ذلك الوقت في مصر يطلب معاونة الملك العادل على بلوغ إيه؟ على بلوغ دمشق. يبقى داود دلوقتي كان فين؟ كان في مصر بيطلب معاونة الملك العادل على بلوغ دمشق. وافق نجم الدين على ما اقترحت شجرة الدر، وشكر لها رأيها الصائب، وكتب تول إلى داود يعده ويمنيه، وأسرع الرسول بالرسالة ينهب الطريق إلى إيه؟ إلى مصر حتى يصل بها إلى داود. يبقى الفقرة يا شباب بتتكلم على أمنية أو تمني داود لأنه يرجع لحكم دمشق، وإن نجم الدين حاول إن هو يستمينه بإنه يمنيه بدمشق بعد الوصول إيه؟ بعد الوصول إليها، وبالفعل وصل أو وصلت له رسالة بذلك المضمون. طيب تعالوا بنا نلخص الفصل ده على هيئة أسئلة ونشوف التقويم بتاعه.
السؤال الأول بيقول: حدد نجم الدين العقبات التي تمنعه من الوصول إلى حكم مصر، وضحها. طبعا احنا قلنا حيل بني أيوب ومكائدهم، خبث الفرنج، تدبير سوداء بنت الفقيه، وكيد أتباعها الموجودين في صفوف نجم الدين. كيف هونت شجرة الدر العقبات التي تواجه نجم الدين؟ طبعا أثنت على إيمانه وشجاعته وعزمه الصادق، وأخبرته بأن الله سيعينه على الانتقام من الغزاة الذين دنسوا الأرض الظاهرة. طيب ما هي صفات شجرة الدر التي أعجبت نجم الدين؟ قلبها الثابت ونفسها الوثابة التي لا يصيبها الضعف ولا تناله منها الشدائد. السؤال الرابع بيقول: لماذا أتى مجير الدين وتقي الدين وبعض الأمراء إلى دمشق؟ طبعا احنا قلنا جاءوا أو أتوا ليخبروا نجم الدين بفرارهم من العادل وسوء الحال في مصر، وإلحاح الشعب على مساعدة نجم الدين لهم وتخلصهم من شر العادل وحاشيته. طيب مصر قلب النابض للأمة العربية والإسلامية، بين من خلال هذه العبارة دوافع نجم الدين في الإسراع إليها. يعني إيه الدوافع اللي تجعل نجم الدين يسرع إلى حكم مصر؟ طبعا مسؤوليتي أمام الله في إنقاذ مصر من حكم العادل، مصر قوة هائلة إذا ضعف ضعف الشعب معها، مصر القلب النابض لكل جيوش العرب. ما موقف نجم الدين مما سمع من عميه؟ مجير الدين وتقي الدين اقتنع بما سمعه، فهو يعلم أن مصر قوة عظيمة يستطيع أن يضرب بها الفرنج وينهي قصتهم، فتحرك بجيشه إلى مصر. السؤال اللي بعده بيقول: علل رغبة نجم الدين في الانتقام من الفرنج. طبعا لكثرة ما لهم من مآسي في البلاد، ولأنهم أخذوه رهينة في موقعة إيه؟ موقعة دمياط التي نشبت في عهد والده الجامد عام 615 هجري. طب ماذا طلب نجم الدين من عمه إسماعيل، وإلى أين اتجه نجم الدين بجيشه؟ طبعا طلب أن يسرع إليه ليساعده في دخول مصر، واتجه إلى مصر حتى وصل إلى نابلس فاستولى عليها. طيب نكمل السؤال التاسع: لماذا أرسلت ورد المنى ونور الصباح كتابا إلى الصالح إسماعيل؟ طبعا ليبلغاه فيه باتفاق نجم الدين والجواد، وليحذراه من خطر ذلك عليه. طب السؤال العاشر: بما رد الصالح إسماعيل على كتاب ورد المنى ونور الصباح وماذا فعلها؟ رد عليهما بكتاب يحثهما فيه على نشر الفرقة بين جنود نجم الدين، وبخاصة من معه من الأيوبيين. قامت بالاتصال بعميه ودار بينهما حديث سخرت فيه ورد المنى منهما ومن صبرهما على طاعة شجر الدر، وخوفهما من بطشها إذا تم الأمر، لأنها تسعى للملك لنفسها. طبعا انخدع الرجلان بحديثها وعاون على إشاعة الفرقة بين أتباع نجم الدين من الأيوبيين. سؤال 11: ما الأنباء التي وصلت لنجم الدين أثناء انتظار عم إسماعيل؟ أن إسماعيل هجم على دمشق واقتحمها وحاصر قلعتها. سؤال 12: أشار عم نجم الدين عليه بالعودة لدمشق، فما مبرراتهما؟ مجير الدين قال إن ده رأي أن مولاي أن أموالهم وأولادهم في دمشق، فلا يجب الانتظار حتى ينهب إسماعيل دمشق ويقبض على أولادهم ويزرقهم الهوال. كمان تقي الدين رأى عمل التقدم وظهره المكشوف، خوفا من أن يحصروا بين نارين، نار إسماعيل ونار العالم. سؤال 13: لما تعجب نجم الدين بعد سماع رأي عميه وماذا فعل؟ طبعا لتبدل موقفهما من حثهما له على دخول مصر، ثم تراجعهما عن رأيهما، وبعدين قرر العودة إلى دمشق وأسرع بمن معه عائدا حتى بلغ القصير. سؤال 14: هل كانت شجرة الدر مؤيدة لقرار العودة إلى دمشق؟ وضح. طبعا احنا قلنا لا، كانتش موافقة، حيث كانت تفضل التقدم إلى مصر، ومن هناك يعرف نجم الدين كيف ينتزع دمشق ويؤدب الصالح إسماعيل وجنوده. ماذا كان موقف كل من نجم الدين ومجير الدين وتقي الدين من نبأ سقوط دمشق بيد إسماعيل؟ طبعا نجم الدين قال رأي أنه لا فائدة من العودة إلى دمشق، وأن خطوة إلى الإمام خير من خطوة إلى الخلف. مجير الدين وتقي الدين أسرع إلى دمشق ومعهما أتباعهما، وترك نجم الدين مع مماليكه وزوجته فقط. بكده يا شباب نكون بدأنا نخلص أو خلصنا الفصل الرابع. أشكركم على حسن الاستماع، وألقاكم إن شاء الله في فصل آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.